شغلي ما شغلي عياري امتحني من حلب حلبي او شامي هذا والله شغلي ما خاصة ولو دربي بلدي معاناة مجري جمربك بقايا يا جمربك زفت ومجاكي بريحانا اما لي ايد مرد شغلن اكثر وانا زحن جالي شدادة جالي ديري جالي رقة فقيرن شكر سبب شغلن برا أنا سائق شحن اسمه أبو محمود. إيه مشتغل ننقل الجلود يعني ضمن المقاطعة وبطلع هو برات المقاطعة بطلع الشام يعني بتحضر بتجهز مشان يجينا جلد لهون جاهز مشان الأحذية مشان الجيلتات جلد شغلات هيك الجلد الواحد لبين ما يصل لمصنعه لدباغاته بكلف 700-800 ليرة.